صباح الخير بصباح اليوم لليوم السبت 24 اليوم نحن شو قديه بالشهر لحظه 2 تشرين الاول 2021 معلش مضيعين بالايام لانه كل شيء ضايع هالايام بتعرفوا بكثير اوقات بنحب نشكي عن الهم اللي عايشينه نشكي عن الظروف الصعبه اللي عم نمرق فيها لنفش خلقنا اللي نحن بحاجه له هو السند مش الشماته اللي بحاجه نسمعه هي النصيحة الحقيقية وما حدا يعيرنا ويزيد الطين بلة مثل ما بيقولوا بحاجة لنوايا صافية من اللي حوالينا تشيلنا من غرقنا مش تذكرنا بمشاكلنا لأنه نحن عارفين وواعيين سبب وقعتنا وعارفين شو بنا إذا كانت حياتك مش صحية أكيد تعرف حالك إذا كانت مشكلتك مع الشريك مادية أو عاطفية كمان تعرف مش بحاجة لحدا يذكرك بهمك ويقلك شو مشكلتك انت بدك تلاقي اللي عنده القدرة من اللي حدك يهون عليك اليوم اللبناني عم بيتخبط بهمومه اللي ما عارف يطلع منها وقف حده واسي الدنيا دولاب اليوم هو او اليوم انت بكرة يمكن يجي الدور عليك لألك ضعفه بحاجة للشجاعة والقوة فيك تكون انت القوة لصديقك الضعيف نظرتك من بعيد ممكن تكون الحل لمشكلته خبره عن قدراته وشجعه عن حسناته ليطلع كل شيء حلو من جواته ما تحكي عن سلبياته هو عارفها وصار واعي لها كتير منيح سانده لينطلق صحة من جديد هو بحاجة لحدا يمسك بإيده ويتعامل معه بمحبة والنصيحة اللي بمحلها هي الحل والنصيحة الغلط واللي مش محلها هي خطرة وأخطر من تجاهل المشكلة كل واحد فيكم يتطلع على الشخص القريب منه ويحاول يقدم له أي دعم معنوي ويشجعه ينسى الماضي الأليم ويتطلع لقدام ليكفي طريقه صح ويتطلع لورا نظرة صغيرة بس ليتعلم من أخطائه ويعرف يختار الأشخاص الصح بالمكان المناسب بحياته حب حالك أكيد بس الأهم يكون عندك الانتماء والحب للوطن تحب شوارعه وزواياه من برا قبل ما تحب بيتك من جوا اختار له الأشخاص والمسؤولين الصح اللي هيك كمان بحبوه لتبلش تنحل مشاكله لأنه نحن عنا بطبيعتنا أنه منحب بيوتنا من جوا بتكون مقلمظة وناسين أنه شوارعنا وزواينا وبلدنا بحاجة لألنا وبحاجة أنه نحن نخاف عليهم وهيدي رسالة لكل زعيم ومسؤول بهالبلد ما عم بيقوم بدوره صباح الخير عن جديد وصباح الخير لكل المشاهدين يلي انضموا لنا هلأ فقراتنا وضيوفنا كتار معنا اليوم الفنان أميمة الخليل معنا كمان لازلي جونز هو جيل بيترسون لبناني هولندي كان عايش برا وإجا قرر ينقل للبنان رح نعرف أكتر عن مشاريعه نقل من عالم الإيكونوميكس لعالم الفن عنا ضيوف كتار رح نحكي بكتير مواضيع ما تتركونا خليكن معنا مثل دايما بالبداية حركة المرور وغرفة التحكم المروري بحركة المرور لليوم معنا المعاون أول خضر بزي صباح الخير أحلى صباح لحضرتك ولجميع المشاهدين الله يخليك خضر خبرنا يعني شو الوضع الطرقات لبنان المناطق الجبلية مداخل بيروت شمالا وجنوبا وشرقا بداية رح نكون بقاع يعني امبارح كان في عنا قطع على الطرقات على طريق الدهر البيضر نعم. وطريق سعد نايف نعم. يعني هلا فينا نفيد انه امبارح طريق الدهر البيضر فتحت من العصر أوكي. وطريق سعد نايف تم فتحها صباحا يعني هلا جميع الطرقات ضمن الباع سالكه ما في عنا قطع على السير نعم. على جميع الاراضي اللبنانيه اما بالنسبه لحركه السير هي حركه سير طبيعيه لناشطه على مداخل بيروت حتى الساعه ما عنا اي عوائق ان كان على المدخل الشمالي من طرابلس وصلنا حتى بيروت او من خط الجنوب كمان انفاء المطار وطريق الباع من دهر البيضر حتى بيروت ضمن بيروت والضاحية جميع الطرقات حتى الساعة طبيعية الى ناشطة قبل شوي كان عندنا حادث سير ما بين سيارة ودراجة نارية قرب مستشفى اوتيل جول الشرفية للأسف نتج عنا جريح هون من حد نضلنا نذكر على طول سائقين الدراجات النارية خصوصا يكون في وعي شوي تام عدم المناورة عدم السرعة ارتداء الخوذة أثناء القيادة كله هذا حرصا على سلامتهم يعني الإنسان بكفيه هلأ المصايب الأمور اللي عم تواجهها ففينا نخفف نحن عن كاحلنا
كهن الحوادث الإضافية. أنا ما من خلالكم بدي وجه رسالة، ما بعرف لوزارة الأشغال ولا مين المعني بهالموضوع، في كتير حفات على الطرقات مش مضوية فجأة بتطلع قدام السيئة، وخاصة إذا في كتير عالم سيئة لأول مرة على الطريق، مثل الجاي من صوب الجنوب أول مدخل بيروت بعد التونيل، في عندك كمان دايما بيفوتوا فيها هيك تقاطع طريق، يا بتنزل هيك لتكوع يا بتكمل صوب المدينة الرياضية، هونيك لازم يضوعوا. أوتيل ديو اليوم ذكرت في حادث، هونيك في حفة العالم عم تضرب فيها على هالكوع، كمان لازم ينعمل شيء، وفي كتير مثل يعني شبيه باللي عم بقوله. تفضل كمل ما تأخذنا قطعة. نعم نحن أي عائق عم بيكون على الطرقات، نعم. يعني مثل ما تتفضل حضرتك، نحن بنحب أي مواطن عنده أي عائق على الطرقات يتواصل معنا، نعم. يعني كان في عنا مشكلة سر فترة على جسر أنطليات، نعم. الخط اللي طالع باتجاه الشمال هي الفواصل التمددية اللي موجودة على الجسر، نحن تواصلنا مع فرق الأشغال وتم معالجتها صباحا. هيدي أنفاق، هيدي مش فواصل، كانت يعني كان واحد يطج فيها ويكمل يعني. طبعا ما هي فواصل البلاستيك مع مرور الايام هيدي الفواصل البلاستيك بتتمزق، نعم. فهي بتعمل جوره، فهيدا الشيء تم معالجتها صباحا. بالنسبه للحوادث خلال ال 24 ساعه سجل عنا اربع حوادث نتج عنهم اربع جرحى، محاضر ضبط السرعه 544 مخالفه، مع تمنياتنا كمان انه هيدي الاعداد تكون معدومه، يعني السائق اللي بيكون موجود على الاوتوسترادات يعني يخفف السرعه شوي صغيره، يعني المخالفات لكل السيارات اللي على الطرقات، لانه يمكن في 1000 سياره عم بيقدروا يمشوا على الطريق من وراء غلاء البنزين، يعني ما بقى في المواطن اللبناني يتحرك بسيارته صراحه. يعني خط مسخن كالمعتاد 17-20 بخدمه الجميع نحن لمعرفه حركه السير او للافاده عن اي عائق على الطرق. انا خضر عم حاول اشكيلك، يعني خط الساخن شو رقمه؟ 17-20 نحن بخدمتكم. شكرا لك خضر. يعني انا بدي اقول من شوي هيك عرفت، ما بعرف يعني الخبريه من الشبيبي، انه بالزمانات ايام 72 عرضوا علينا طبعا انه يعملوا مترو مقابل 10 سنين غله التفاح بلبنان. تفضل استاذنا الكريم، يعني اي كمان حدا عنده اي عائق يتواصل معنا، نحن بنعطيه رقم تليفون، اذا في عنده صور يبعث لنا اياه ونحن بنبعثهم للمعنيين. يعني احنا بحكم خبرتنا ويمكن مع مرور الزمن حضرتكم واي وسيله اعلاميه تعرف نحن بنتواصل وعم نعالج اي مشكله بتكون موجوده على الطرقات. جريت، يعني بالنسبه للمشكله اللي قلت لك اياها، يعني ضروري توصل. انا هلا عم اقول لك على مدخل بيروت نجي من الجنوب، في هودي التقاطعين اللي ورا بعض، هودي كثير عم يصير في عليهم حوادث، بفوت فيهم كثير عالم، يعني خلي يتضوى في هول الفلويو، لازم ينحطوا في كتير مطارح، لازم ينحط هودي الفلويو للعالم، بما انه ما في اشارات على القليل يحطوا اشارات على الارض. نعم كنت عم بحب. شكرا لك استاذ خضر، يعطيك العافيه. الله يعافيك. كنت عم بحكي انه بتصور يعني عرضوا علينا من روسيا انه يعملوا المترو بلبنان مقابل 10 سنين، وين عفوا مش روسيا، يمكن غير بلد عم بحكي، فيتنام روسيا مزبوط، انه يعملوا عنا المترو 10 سنين ياخذوا موسم التفاح، الدوله تشتريها وتقدم لهم اياه، ما قبلوا. يعني لو كان المترو بوقتها عنا، يعني نحن كنا صرنا تحت الانفاق وصرنا عم نروح على كل لبنان بالمترو. هلا نحن بحاجه ل وسائل نقل، لانه مش معقول اللبناني ما بيقدر يتحرك بسيارته، بفول سيارته ب 700,000 و800,000 ومليون شو يعني معاشه بفول في سيارته للاسف. خلينا نروح برج اليوم، تحركات الكواكب وعلم الفلك. صباح الخير، واليوم 2 أكتوبر 2021 وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، وبداية مع مولود برج الحمل. عزيزي مولود برج الحمل، تبدو مشغول بقضية مهنية مستعجلة بهدف إنهاء خلاف مرتبط بوجهات النظر ما بينك وبين أحد الزملاء في العمل، بالإضافة لمتابعة دقيقة بتخص وضعك الصحي والمالي سوا. عاطفيا عم تسعى لتهدئة الأجواء المهتزة الخاصة بعلاقتك مع الشريك، بالرغم من تحكم بعض التصرفات الكيدية بردة فعل كل واحد فيكم تجاه الآخر. مولود برج الثور، فكرة السفر أو التخطيط لمستوى عمل جديد عم بتدور براسك بشكل يومي، والأجواء الفلكية تبدو مشجعة للبدء بأي خطوة أمامية بشرط توفر لك المال الكافي. عاطفيا تبدو بحاجة لنسيان كل مشاكلك العاطفية السابقة والالتفات للحلول الأبسط يلي رح تساعدك على إنقاذ علاقتك العاطفية من الأفكار السوداء يلي عم بتحاصرك بسلبياتها بشكل مستمر.
مولود برج الجوزاء تبدو مهتم بالضمانات المالية المرتبطة بأي وظيفة جديدة قبل القبول فيها بشكل مباشر، بالإضافة لإنجازات قانونية خاصة مرتبطة بمشكلة قديمة. عاطفيا تحديات جديدة ممكن تواجهك مع الشريك رح تجبرك على التعامل معه بمفهوم جديد، بالإضافة لفصل أمورك الخاصة عن مواضيع مشاعرك معه. مولود برج السرطان وضعك المهني عم بيسبب لك ضغوطات نفسية واضحة، وتبدو مجبر على تغيير طريقة تفكيرك بالتعاطي مع مستجدات ظروفك الصعبة اللي عم بتعيشها بالوقت الحالي. عاطفيا معاكسات عاطفية عم تتجدد بشكل يومي، ومن المحتمل تجرك باتجاه ترتيبات مستقبلية تانية باعتبارها هي الحل الأفضل لعلاقتك مع الشريك. مولود برج الأسد ظروف عملك بالوقت الحالي رح تجبرك على التصرف بفوقية تامة مع بعض الزملاء في العمل بالرغم من أسلوبك الطيب بالتعاطي مع البعض الآخر. عاطفيا ما تتورط بتصرفات وأفعال ممكن تأذي علاقتك مع الشريك أكثر، وخصوصا أنه الأجواء بيناتكم عم تحكمها المواقف المالية والنرجسية بوقت واحد. مولود برج العذراء الوقت غير مناسب للانتقادات أو للاحتجاج على أي إجراء مالي أو إداري جديد عم ينحكى فيه ضمن محيطك المهني، ومن المحتمل تنفهم ردة فعلك بغير مقصودها الحقيقي. عاطفيا عم تتكرر أخطائك مع الشريك بسبب غياب اهتمامه فيك بالشكل المتعارف عليه بقوانين الحياة العاطفية، بالإضافة إلى أنه علاقتكم سوا أصبحت عم تتناقض كليا مع مشاعركم تجاه بعض. مولود الميزان أسباب كثيرة عم تجبرك على توسيع نطاق علاقاتك المهنية بهدف تحسين مستواك العملي تحسبا لأي فراغ محتمل ممكن تعيشه بأي لحظة، بالإضافة لمكسب مالي بانتظارك. عاطفيا عم تجتهد على استعادة علاقتك العاطفية مع الشريك ولكن بشكل تدريجي، وتبدو جاهز للتقرب منه وخصوصا أنه مشاعره تجاهك ما زالت محافظة على مكانها الطبيعي بقلبه. مولود العقرب رح تبدأ بنشاط عمل مرتبط بتفاهم جديد أو مشروع خاص، والأجواء تبدو مناسبة لتحسين ظروفك الحياتية والنفسية بكافة أشكالها. عاطفيا الفلك عم يتحدث عن روابط مشتركة رح تساعدك على ترتيب أفكارك العاطفية مع الشريك والتفاعل معها بشكل ودي أكثر، بالإضافة لرغبة بالسفر ممكن تحققها قريبا. مولود برج القوس رح تجتهد على حماية خصوصية مصاريفك اليومية، ومن المحتمل هيدا الوضع يعلمك على تحقيق توازن مالي مدروس، بالإضافة لسفر قريب تبدو جاهز لإتمامه. عاطفيا حالي من الإحباط العاطفي عم بتسيطر عليك بشكل مباشر، وتبدو حاجتك للاستقرار الحقيقي واضحة على تصرفاتك ومشاعرك كل ما انفتحت سيرة الشريك قدامك. مولود برج الجدي ما رح تتكل على الحظ بترتيب استقرارك المالي، وإنما على مجهودك المهني وعلاقاتك الاجتماعية يلي عم بتفكر إنك تستغلها وتستفيد منها بمشروعك الخاص بشكل مباشر. عاطفيا عم تسعى لوضع حد لكل شيء ممكن يأثر سلبا على سير علاقتك مع الشريك، ورح تفضل التعاطي معه بشكل مباشر بدون أي لف ودوران، بالإضافة لحلول سريعة مرتبطة بإجراءات قانونية. مولود برج الدلو الفلك عم يتحدث عن مصالحات مهنية وعائلية بوقت واحد، بالإضافة لاستعدادك التام لتحريك علاقات قديمة من المحتمل تنقلك باتجاه إنجاز مرتبط ببعض المعاملات المهنية الجديدة. عاطفيا تبدو متمسك بماضيك العاطفي، ومن المحتمل هيدا الشيء يطمع الشريك فيك أكثر، وخصوصا أنك أصبحت غير قادر على التحرر من تبعية عاطفية عم يفرضها عليك الشريك بشكل أناني جدا. آخر أبراج معنا مولود الحوت، عزيز الحوت تبدو جاهز لتقبل أي موضوع أو مشروع مهني جديد ممكن ينعرض عليك بالرغم من الظروف الصعبة يلي عم بتعقد الحلول الوسطية المتفق عليها بينك وبين الجهة يلي ناوي تتعاون معها. عاطفيا تجربتك العاطفية السابقة عم تمنعك من إتمام أي خطوة أمامية، واحتمالية تكرار نفس الأخطاء تبدو واردة بقاموسك العاطفي بالرغم من حاجتك لإنعاش مشاعرك مع الشريك السابق. هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية لهيدا النهار. بدلكم بألف خير، وباي باي. شكرا لك جمانة، بنشوفك بكرة ببداية صباح اليوم. أنا وياكم رح نروح لعالم آخر، عالم من المهن الشبه منقرضة، عالم من الفن اللبناني الأصيل يلي انتقل من لبنان إلى العالمية. اسمحوا لي حيي السيد سماح غرز الدين، فنان ونحات
حرفي، نحت على الخشب ونحت على الصخر، وعنده طبعا دقة بالتنفيذ والاحتراف، فن المعماري القديم، النحت التجريدي، وطبعا كلنا ضروري نشجع هيك فن للاستمرارية ونتوارثه من جيل لجيل. سماح غرز الدين لنعرف أكثر. سيد سماح أنا بصبحك بالخير. بعد الصباح وأنا بصبحكم وبصبح العاملين بتلفزيون الجديد، والله يحييكم. الله يخليك سيد سماح. حضرتك من لبنان إلى كل أنحاء العالم، يعني نفذت أعمال فنية رائعة جدا، دقيقة التنفيذ والاحتراف. خبرنا هيك شوي إذا بدنا نحكي عن أهم المحطات واللي بعدها موجودة بلبنان وخارج لبنان، عن أي منحوتات بنحكي؟ يعني عندي عمل مهم جدا أنا حبيته كتير، اللي هو الفن بالماء. نعم. عبارة عن شلالات ضخمة جدا. نعم. ارتفاعها تقريبا حوالي 30 متر وعرضها 15 متر. حلوة كتير كتير، ويمكن هي الوحيدة بعتقد أنا بضخامتها بالشرق الأوسط بهذا العمل التصنيعي، الشلال المصنع. هو موجود بمنطقة المشرف، وزنه ما يقارب التون 15 طن أو قديش تقريبا؟ في بعض الصخور اللي لبست الحجر فيها الشلال فيها. نعم. بين 10 لل 15 طن، تتراوح الأوزان حسب حجم الصخور يعني اللي لبست الشلال فيها. هذا عمل مهم جدا جدا بالنسبة لي أنا. نعم. ميشيل ما بعرف عنا صورة الشلال بتصور بين الصور، إذا بنقدر نحط شلال رائع. هيدا اللي عم نشوفه، هيدا شلال موجود منطقة المشرف، هيدا من صنع إيدين السيد سماح غرز الدين وفنه. يعني بالفعل يعني بأي مقصد وجد هالشلال؟ بأي مطرح؟ ليش بدنا بهال يعني شلال بمنطقة المشرف هيك بالتحديد، مع أنه نحن لبنان بلد المي والشلالات؟ يعني حبوا هذه المنطقة بالمشرف كلاب يزينوها بشيء من المياه، وزينوها بشيء من يعني بشيء من الفن. نعم. شيء حتى يزينوا هاي المنطقة اللي هي كثير حلوة، وحبوا يزيدوا عليها كثير من الجمال. نعم. هذه محطة من المحطات. في كمان أنت بتفتخر بمنحوتة كف اليد اللي مأثرة فيك جدا. نعم. اللي أخذت ضجة كتير كبير سنة 2003، وين موجودة الإيد اللي كمان بالمشرف؟ هذه أستاذ بالمشرف، هذه موجودة بالمشرف. نعم. ساعد أمرأة في الكرة الأرضية بقلب هذا الساعد هذا. نعم. عم نشوف بعض القناطر اللي أنت بتتميز فيها. لا طبعاً. هذه قناطر تعود إلى العهد العثماني. نعم. قديمه مهدومه، حبينا ان تظل شوي موجوده هالتراث القديم، هذا البناء العثماني القديم، انه يظلوا على قيد الحياه. عفوا هذا الساعد هيدا. هيدي الايد اللي حتى من شو؟ من الصخر؟ هيدي من الصخر. نعم. هيدي ارتفاعها حوالي 3 امتار وعرضها شيء قريب المترين. نعم. ساعد امراه حامل الكره الارضيه بايدها بتاريخ. نعم. وقبل التاريخ أنا كان عندي شعور أنه بالمرأة حتحتل الكون كله وتحرك الكرة الأرضية بيدها إن شاء الله، لأن الرجال مش نافعين خيها لي. مع احترامي لحضرتك. نعم. بالفعل يعني حلوة فكرتها، حلوة لهالمنحوتة اللي موجودة بمنطقة المشرف. يعني أنت كمان اشتغلت على المحافظة على الآثار الموجودة من العهد الروماني، من العهد العثماني. صحيح. نعم صحيح. نعم. بأي مناطق يعني اشتغلت على المحافظة؟ حتى يعني بالبيوت اللي صممتها كنت بتكر القناطر، دايما عندك فكرة القنطرة لازم تكون موجودة. يعني هذه موجودة بالمشرف وبرأس المتن. نعم. بمنزل الأستاذ فؤاد صالحة، عدة عقود عملت له إياها، عدة عقود تعود إلى عهد العثماني القديم. نعم. مهما منكم تشرفون على المتن وتلقوا نظرة على هذه الأعمال الفنية الحلوة اللي نحن حبيت أني ترجع نجددها للحياة وتشوفها بالحياة اللي نحن فيها عايشينها اليوم. نعم.
سيد سماح، خبرنا حول العالم وين موجودة منحوتاتك؟ يعني في كتير أعمال نفذتها في لبنان ونفذتها خارج لبنان أيضا. في أعمال مش لإلي أنا نفذتها، للبنان العالمية القديرة، ست روضة، ست سلوى روضة شقاير. نعم الله يرحمه. أنا منحوتات، وهي هذه المنحوتات ديزاين إلى الفنانة نفذت، وهي راحت عبر لبنان لخارج لبنان. نعم يعني موجودة بأماكن عامة بالخليج وبالدول الأوروبية. نعم هذه موجودة هناك، صدرت لهنيك ست سلوى روضة شقير. نعم نعم. سيد سماح، بعدك عندك نفس القدرة والقوة للنحت مثل قبل؟ بعده الشغل ماشي؟ بعده مطلوب النحت اليدوي يعني مع وجود التكنولوجيا والتطور اللي هو طبعا ما في شيء بياخذ مطرحه بالنسبه لكثير عالم؟ لا انا عندي بعد هذا الحب للنحت، وعندي القدره وعندي الاهتمام بهذا النحت رغم كبر سني، لانه هذا شيء بدمي صار هذا النحت. بعدك شاب بسم الله عليك، الله يطول بعمرك. نعم واكيد طبعا يعني ان شاء الله نحن على طول مستمرين كل ما هو قادرين نعطي هذا الفن قيمته. حضرتك عندك شغف لاعاده احياء الماضي بالحاضر من خلال منحوتاتك؟ نعم صحيح. نعم حبيت الماضي، الفن الروماني بالفن العثماني بالواقع اليوم بالخط اللبناني، حبيت انه هو يتجدد ويضلوا على طول مستمرين، لانه هذه تراث قديم انا هذا التراث القديم وهذا الفن القديم المعماري القديم. نعم بنحكي عن الرسم التجريدي وبنحكي عن النحت التجريدي سيد سماح، يعني بس نحكي نحت تجريدي كيف بتشرحه؟ يعني كل منحوته الى طباعه، كل منحوته الى شو عفوا الى اهدافه وكل. نعم. الى مع يعني عاده بنروح بالنحت لانه ننحت نفس الايتم يلي بدنا نوصله، يعني ايد ما بنرسم ننحت ايد مثل ما شفنا وكثير من الاعمال، ولكن النحت التجريدي بيجيب المعنى من بعد النحت ولا بيبقى معناته قبل ما تعمل العمل وتنفذه؟ اكيد قبل العمل انا بكون مصمم الفكره، مصمم المعنى، مصمم هذا، وبنحط على اساس الفكره وبنحط على اساس المعنى. نعم طيب هيك قناطر وهيك اماكن يعني كبيره مثل اللي عم نشوفها قدامنا، يعني قد ايه بتاخذ شغل معك؟ قد ايه لازم يكون معك فريق عمل كبير ولا شغلك بيكون على صعيد فردي؟ لا 50% شغلي انا، وبعدين انه بجيب مساعدين، لانه في اعمال طبعا بد في اوزان ما في لحاله واحد يحركها، طبعا بده يكون فريق عمل معه كله بتنفيذ وإشراف هذا. نعم سيد سماح غرز الدين، وين موجودة منحوتاتك اللي بحب يشوفها؟ هل في مكان معين، معرض معين؟ هل شاركت بمعارض محلية أو برا؟ لا ما شاركت بمعارض، لأنه كنت هيك مهتم بعملي هيك وإني أنجز أعمالي، وما شاركت بمعارض محلية أبدا. نعم نعم على كل إن احنا بنفتخر فيك سيد سماح غرز الدين، بنحييك ونحيي هالمهنة يلي نحن بنشجعها، وان شاء الله بتضلك بصحتك وتعطي لقدام اكثر واكثر. شكرا لمشاركتك معنا. خلينا اياك طول عمرك، شكرا لكم للجديد يا استاذ، شكرا لكم وشكرا للعاملين بالجديد. الله يخليك الله يخليك. نحن وياكم طبعا منكفي نهارنا، بعد عنا كتير محطات ما تروحوا لمطرح، خليكم معنا رياضيا وحركات رياضية جديدة فيت بيت مع كوتش مايا زيدان. مشاهدينا أحلى صباح من فيت بيت، صباح النشاط والحيوية. اليوم رح نكون عم نشتغل كارديو اكسرسايزز، مثل العادة رح نكون عم نشتغل كل اكسرسايز ل 30 ثانية وعم نعمل اكتف ريكفري 10 سكندز. انتم فيكم يكون معكم تايمر كمان وتكونوا عم تشتغلوا كل الاكسرسايز بهالشكل لتكونوا عم تريحوا بين كل اكسرسايز هاي انتنسيتي، يكون عندكم ريست. رح كون عم بلش هيل داون باول اكسرسايز بهالشكل. بلشنا 30 ثانية، حركوا ايديكم لتحموا، كمان ايدين to the side،
فينا نشتغل جامب، نعلي الانتنسيتي شوي صغيره. بعدنا باول 30 ثانيه من هيدا الورك اوت، نريح شوي 10 ثواني بريك. بالبريك نبقى اكتف بس عم ننزل الانتنسيتي. رح كون عم بمرق تو ذا سايد بهالشكل. جيت ريدي للثاني اكسرسايز. رح كون عم نشتغل ني اب هيل داون. ني اب كمان. رح نزيد الجامب. جامب اب اب كمان. جامب كمان. Keep going قد ما فينا منحط energy. شوي شوي مننزل intensity. 10 ثواني break. Heel down. ناخد نفس. عم نبرم على الجهة الثانية. Get ready للجهة الثانية. كمان رح نشتغل heel down. Knee up. Go. كمان. نعلي الجامب اب اب كمان. استعملوا ايديكم. كمان مره بنريح 10 seconds break. بننزل دقات القلب شوي بهيدا الوقت. اكسهيل اوت. رح ننتقل للاكسرسايز اللي ورا. كمان 30 ثانيه ورك نون ستوب. رح اشتغل لانج دبل لانج دبل. ريدي ليتس جو. 1 دبل. 1 دبل جامب لانج. عمهلنا عم ننزل بلا برشر على الركب. كمان عم يخلصوا. بريك نفس مي اذا بدنا. كمان سيل اوت. رح ننتقل للاكسرسايز اللي ورا. دبل ستيب لك كيرل بهالشكل. بلشنا انه صعب هيدا الاكسرسايز بس رح نصعبه هلا. حركوا ايديكم. جامب كمان اب لفوق. بعد مرتين خلصنا. ستيب تاتش ريكفر. خذوا نفس. واخر اكسرسايز رح نعلي دقات القلب قد ما فينا ب 30 ثانيه ونرجع نريح. جاهزين؟ ليتس جو. جاكس اكسرسايز هين. هلا دبل دبل دبل. خلصنا. تحملوا بعد. اخر مره. هاي هي. نزلنا دقات القلب. اخذنا في النفس مثل العاده. بريك دقيقة أو دقيقتين نشرب فيها مي. نعمل ستريتشنج إذا بدنا. لفت أرم أب. بنريح الظهر. بند النيز. لفوق. اكسهيل أوت. رول ذا شولدرز. جهزوا حالكم للراوند الثانية لأنه اشتغلنا يمكن 5 دقايق وقت أو 4 دقايق. فيكم بعد تكملوا ل 10 minutes يعني جولتين او ثلاثه من هيدي التمارين وتعيدوها. اكيد رح تكونوا عم تستفيدوا اكثر.
بدي أتمنى لكم مثل العادة شو stay active، نهار كله نشاط وإيجابية، وبشوفكم بكرة بتمارين جديدة. طبعا كمان لنعرف اكثر الموضوع اللي فتحناه الاسبوع الماضي مع دكتور ميغيل عبود رئيس قسم الاطفال بالجامعه الامريكيه في بيروت، هو فقر الدم المنجلي، واليوم راح تنضم لنا مع دكتور ميغيل عبود دكتور سهى يزبك باحثه بعلم الاجنه ومستشاره وراثيه ببرنامج فقر الدم المنجلي لنحكي اكثر واكثر عن العوامل الوراثيه، كيفيه الوقايه، كيفيه تجنب اذا في طريقه لتجنب الاصابه بهالمرض، ونحكي معلومات اكثر عن الحمله اللي قايمين فيها بالجامعه الامريكيه. دكتور ميغيل صباح الخير. صباح النور. دكتور سهى صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم. يعني دكتور ميغيل بلشنا معك الاسبوع الماضي اونلاين وحكينا كثير عن فقر الدم المنجلي، 1000 اصابه في لبنان، طرق العلاج تقريبا، وبلبنان هلا بنحكي اكثر توفر العلاج وعلى حساب مين، على نفقه مين من خلال حملتكم بالجامعه الامريكيه. بس بدي بلش مع اللي اسمح لي مع دكتور سهى. دكتور سهى، يعني وراثيا مثل ما قلنا انه هو بالجينات، صح، يعني يتوارث الاجيال، هل ممكن تفادي او اذا بتشرحي لنا شوي كيف تكون الخبريه؟ فقر الدم المنجلي هو مرض متوارث من الام والبي، يعني الولد لما بخلال تكوينه بياخذ سمه المنجلي من الام وسمه المنجلي من البي اذا كانوا حاملين هيدي السمه. يعني بيكونوا الاثنين حاملين؟ بيكون الاثنين حاملين هيدي السمه. نعم. فلما بيكونوا السمتين موجودين بالطفل خلال الحمل بيخلق الولد عنده فقر دم منجلي. بالتالي انه التوارث بده يكون من المالتين، الاهل بيكونوا حاملين السمة لكن هن مش حاسين بالمرض او مش مريضين. نعم. لهالسبب في كتير مرات اذا نحن ما مننبش عليه او ما منفحص فيه بالاهل ما منقدر نشوفه وما منقدر نلاقيه. فحوصات الدم اللي بتنعمل قبل الزواج وفحوصات الدم العادية اللي نحن عم نعملها هلأ ما بتقدر تحدد إذا الأهل على الأكيد معهم سمة منجلي أو لا. ما فينا نزيد عليها هيدا الفحص مفروض ينزاد عليه نحن. نعم. بلبنان لأنه نسبة المنجلي 0.2% يلي هي نسبة عالية. نعم. لازم يدخل ضمن فحوصات ما قبل الزواج فحص المنجلي يلي هو. نعم. المتخصص، مش الفحص اللي نحن هلأ عم نعمله يلي هو تخطيط الدم أو الهيموغلوبين إلكتروفوريسيس. نعم. يعني هيدي الطريقة الوحيدة نحن نحدد من الأهل إذا هن حاملين سمات المنجلي. طيب نحن عم نحكي إذا الأم والبي، طيب في حال تم الكشف انه الاثنين مصابين وبدهم يتجوزوا، ما راح في شيء ابره بتنعمل، في شيء طعام بينعمل. اذا هن حاملين سمه المنجلي. نعم. دائما نحن بنعمل جلسه دكتور ميغيل بالبروجرام دخل هيدا الشيء، نحن اول بروجرام بلبنان بنعمل جلسه استشاره وراثيه مع الاهل. نعم. ومنخبرهم عن هيدي السمه وكيفيه توارثها، ومنفسر لهم قبل الزواج انه عندهم احتمال بكل حمل انه يكون في نسبه اصابه الطفل بالمنجلي 25%. آه. يعني هي في مرات بيقولوها الحكمة 1 على 4، فالأهل بيفتكروا أنه هن جابوا ولد عنده منجلي خلص الثلاثة اللي وراه ما رح يكون عندهم منجلي، هذا مفهوم خاطئ، هي احتمال 1 على 4 ممكن أو 25% بكل حمل. بكل حمل؟ بكل حمل. أوكي. الطريقة الوحيدة لنحنا إذا مصرين أنه يتزوجوا وبدهم يتفادوا هذا الشيء هو أنه يعملوا طفل أنبوب، وبهذه الطريقة نحن منقدر نزرع الخلية الجنين قبل زرعه بالرحم. نعم. ونعرف إذا منجلي أو مش منجلي، ومنزرع الجنين اللي هو مش حامل. يعني للمنجلي الأفضل يكون الحمل عن طريق طفل الأنبوب. صح. وساعتها هون بتتأكدوا أنتوا أنه ما عنده. صح. هل للأشخاص يا اللي عندهم منجلي وعم بيتجوزوا من شخص حامل. نعم. سمة منجلي. نعم. أو اللي بيكونوا اثنيناتهم حاملين سمة المنجلي، بهذه الطريقة بيتفادوا أنه الطفل يكون عنده مرض منجلي. يعني بتعرف بدي أعمل أنا وياك بلكي شي يوم حلقة عن الأمراض الوراثية. أكيد. يعني لانه هيدي توعيه مهمه للعالم قبل ما يقوموا باي خطوه زواج ويعرفوا شو جاي شو لوين واصلين. دكتور ميغيل خبرنا هيك بشكل سريع لنرجع اذكر العالم، هو فقر الدم المنجلي عوارضه ومخاطره، يعني شو بيشبه؟ اول شيء تنقول جاي من الاسم. نعم. منجلي مش انه تجلى، لا، لانه بعضه كثير غامض شوي المرض. نعم. هو منجل بالنسبة للمنجل يلي بيقصوا فيه الحشيش، لأنه خلايا الدم بدل ما تكون مدورة وصحيحة بس تعطي الأكسجين للجسم بيصير شكلها مثل المنجل. من هون الاسم. وهيدي السمة بتخلي
انه يصير شغلتين، وحده فقر دم مثل اسمه، والثانيه يلي هي فريده لإله انسداد بالاوعيه والشرايين يلي بيسبب جلطات نوبات وجع أليمة متكررة. نعم. بيسبب انه الولد يكون معرض او حتى الكبير لالتهابات جرثومية شديدة. نعم. وجلطات بكافة انحاء الجسم، سمي للعضو في جلطة، جلطات دماغية مثل الفالج حتى عند الاطفال بتصير. اخ. جلطات بالعين، جلطات بالكلاوي قد تؤدي الى اكثر مناطق معرضه بالمنجلي للجلطات. وين اكثر شو اسمه هن نوبات الوجع المتكرر بقلب العظم. نعم. ووجع اليم، يعني كل مريض في لك، حتى في معنا سيد دلال حب الله اللي عندها الناس بالعائله ومرتجين. نعم. الله رات نستضيفها، بتخبرك سلا مالادي دلا دولور، مرض الاوجاع. نعم. اي فكل عضو بجسم معرض، العين بشبكة العين، الدماغ بدماغ، الكلاوي الكلاوي، الكبد الكبد. طيب نكون سريعين شوي بالأجوبة. إيه؟ هل ممكن أنه فجأة عمر كبير يكتشف الشخص أنه عنده إيه؟ ما هو شو بيصير؟ لا. الولد الطفل بس. لا. يولد بيكون نوعا ما محمي. لا. لأنه عنده هيموغلوبين جنيني. نعم. يلي هو غير وبيتغير الهيموغلوبين تبعك مع الوقت تيصير في منجلي، فالطفل ما بيكون عنده عوارض، هودي العوارض بيظهروا مع الوقت. لهالسبب كتير مهم انه نفحص كل مولود جديد تنعرف اذا عنده المرض، لانه باول سنة او اثنين من الحياة يمكن ما ظهروا العوارض هودوك، بس هو معرض للموت من التهابات جرثومية. نعم. ولازم ياخد لقاحات ويتبلش على بنسلين، ويعرفوا الاهل انه اذا عنده حراره ما بينعطى بنادول وبيقعد بالبيت، بده يروح على المستشفى فورا. نعم. ياخذ انتيبيوتيك بالوريد. اللقاحات والبنسلين وكل هالامور هيدي هي كفيله بانهاء الوجع ولا عوارض؟ هيدي كفيله. نعم. بمنع انه ينصاب المريض. نعم. بالتهاب جرثومي حاد بالنيوموكوك. الوجع بده اشياء تانية، في عنا اليوم علاج اسمه الهيدروكسيوريا. نعم. فعال بيتاخد بالتم، وهيدا الضمان بغطيه بلبنان ووزارة الصحة مشكورة بتأمنه. نعم. ايه في علاجات تانية جديدة ولحدية من 20 سنة هيدا العلاج الوحيد. كان في علاجات تانية جديدة صارت طالعة، إن الله راد كانت متوفرة بشكل أبحاث. نعم. بلبنان، ونحن كثير عم نقوم بالأبحاث على مستوى عالمي بهالمرض، بس راح تصير مؤمنة في دواء جديد اسمه كريزنلوزيماب بيخفض نوبات الوجع، راح يصير مؤمن قريبا. وفي ادويه تانية بالبايب لاين، بس لهلا نوبه الوجع بده يفوت على المستشفى ياخذ مورفين هالقد. وهيدي بدنا نوعي بس الناس. بس جاوبني دغري، هل ممكن يكتشفها عمر كبير؟ اكيد بلبنان، لانه ما عم ينفحصوا الاطفال بس. نعم. يولدوا كثير ايام من اي عمر؟ 4 5 6 7 سنين. في ولد اكتشفناه عمر 15 سنه. 15 اذا قطع الادوليس قطع. لا ليك ليك. نعم. في كثير ناس قليل. نعم. ما عندهم عوارض، هودي بتكتشفهم بالغلط بعدين، بس هن عرضه للاشكاليات الثانيه حتى لو ما عندهم نوبات وجع. نعم. دكتور سهى، وراثيا ممكن في درجات؟ يعني في هو في بما انه هو بدك خليتين او سمتين لحتى. نعم. تحصل على المرض، انت يا بتكون عندك السمتين وحاصل على المرض. نعم. يا بيكون عندك سمه وحده وبتكون حامل لسمه المنجلي. نعم. الاشخاص اللي حاملين لسمه المنجلي بالغالبيه منهم ما بيكون عندهم عوارض، الاشخاص كثير قليل حاملين سمه المنجلي ممكن يعملوا فقر دم بسيط، بس ما بيدخلوا بعوارض المنجلي اللي كان عم يحكي عنها دكتور عبود. ما بيدخلوا بالعوارض. So هن. نعم. بالنسبة جينيا يا عندك منجلي يا. نعم. ما عندك منجلي. طيب في شيء إبري، في شيء شغلة قبل الطريقة تنعمل. الوحيدة لحتى نحن نخفف من وطأة هيدا المرض الجيني على صعيد المجتمع، لأن نحن. نعم. مش بس منحكم أشخاص، نحن بهمنا نعمل كوميونيتي هيلث، يعني صحيح. صحة المجتمع هي اللي بتهمنا. أول شيء أنه نعمل التوعية المطلوبة
مطلوبة لحتى الأشخاص اللي عندهم ناس بعيالهم عندهم فقر دم منجلي يعرفوا أنه هن معقول يكونوا حاملين السمة. نعم. وعبر الاستشارة الوراثية بنقدر نطلب فحوصات جينية وفحوصات تشخيصية. نعم. لحتى نحدد لهم الريسك تبعهم أو الاحتمالات تبعهم بإصابة بالمنجلي. والشغلة الثانية أنه كمان بدنا ندخل مثل ما قال دكتور عبود الفحص الروتيني لكل أطفال لبنان لأنه نسبة الإصابة عالية. ولما يخلق الولد كل أطفال لبنان لازم يعملوا فحص المنجلي من لما بيخلقوا. لأنه إذا العلاج البنسيلين والغيرة تبلشت بكير مشاكل المنجلي بتخف المرض ما بيروح لكن خطر أنه ينضرب شيء عضو على بكير بيخف. شو الأعضاء ممكن تنضرب؟ بحكينا عنا للأعضاء بس أنا بدي ضيف شيء كتير مهم على اللي قلته سهى. لأنه نحن بلبنان سمة الثلاسيميا كمان منتشرة وإذا عندك بي عنده سمة المنجلي والأم عندها سمة الثلاسيميا أو العكس وإجا ولد عنده سمة منجلي وسمة ثلاسيميا هيدا الولد بيكون عنده فقر دم منجلي كمان هيدي زيادة لازم بيكون عنده منجلي بس بيكون كمان عنده ثلاسيميا حامل سمة الثلاسيميا بس الطاغي على المرض المنجلي. يعني إذا عنده منجلي وطبيعي ما عنده مشكلة حامل سمة ثلاسيميا وطبيعي ما عنده مشكلة منجلي مع منجلي مرض فقر دم منجلي منجلي مع ثلاسيميا صحيح عنده اثنين بس السمات الطاغية على هيدا الإنسان بتكون أنه عنده مرض فقر دم منجلي. طيب دكتور قبل ما يخلص وقتنا بقى نحكي شوي شو عم بتقدموا من علاجات وهل العلاجات مجانية بعياداتكم بالجامعة الأمريكية للمصابين بما أنه نحن عملنا إحصاءات ما يقارب 1000 إصابة في لبنان. نحن اليوم في علاجات مجانية جاية من الوزارة الصحة ومغطاية من الضمان مشكورين هو الهيدروكسيوريا. وفي علاج جديد نازل مثل ما حكينا الكريزن لوزما بنقلرات بيتغطى لفئات معينة من المرضى. هلأ اللي نحن عاملين بحملة وإن شاء الله شي يوم تستضيف الستات الست مروة عواد ودلال وكل الفريق اللي عم بيجمعوا مصاري لهالبروغرام يلي عم نقدموا مجانا كل فحوصات الدم للمرضى يلي مش قادرين أكيد بشكل مجاني عم نقدم فحوصات الدوبلر الالترا ساوند ببلاش لكل الاولاد تنقدر نكشف مين الولد اللي عنده خطر جلطات دماغيه. كمان تتغطى خدمه الاستشارات الوراثيه وكافه وايام بس يفوتوا على المستشفى بعوارض كبيره كمان منساعد الاهل بتغطيه شوي من النفقات بس اكيد هيدي يوم من الايام بدنا نعمل نشاطات نقدر نجمع تبرعات تنكفي بهالبروجرام. دكتور يزرك تعتبر 0.2% نسبة كبيرة؟ طبعا بالأمراض الوراثية هيدي نسبة كتير عالية لنسبة إصابة بمجتمع واحد. هل البيئة لها تأثير؟ هل المجتمع له تأثير؟ لا اللي له تأثير كمان مباشر بكل الأمراض الجينية وبما يخص مرض المنجلي هو تزاوج الأقارب. وهيدا شيء نحن معتمد بعوايدنا. بس نحكي أقارب شو سلة القربة؟ يعني سلة قربة أولى تاني أو تالتي يعني حتى هلأ. لو البي ابن عم الأم أو شيء من هذا النوع فهيدا لأن سمة بسموها ريساسيف يعني خابتة يعني إذا في سمة تانية قوية بتطغى عليها فبدك سمتين خابتين لحتى يبين المرض ونسبة أنه يكونوا موجودين ضمن العيلة الوحدة أعلى فلما بيصير في تزاوج بين الأقارب السمتين الخابتين بكل الأمراض الجينية بشكله خطر على الطفل وبهيدي النسبة يعني بتتراوح بين 5% يمكن بمناطق ببيروت لا توصل لل 50-60% ببعض المناطق بلبنان. طيب شو المطلوب للتخفيف على الصعيد الوطني الأعداد يعني 0.2 عم بقول كتير يعني تخفيف الأعداد هيدا مرض وراثي وهيدي رح تبقى معنا هو المهم التوعية وتقديم العلاج صح. لأنه في كتير ناس كان عندهم هالمرض وبسبب العلاج حتى لو ما في علاج شافي مع انه حتى فينا نعمل اذا عم بيصير في علاجات جينيه وزرع نقي العظم انا ما بعرف اذا انت بتحب الجاز مايلز ديفيس كبير موسيقيين جاز كان عنده فقر دم منجلي وعاش لعمر 60-65 وكان مبدع وكان مهم فالانسان يلي عنده هالمرض بالوقايه وبالتزامه ببرنامج
مثل ما قلنا متكامل ضمن مركز متخصص مثل المركز اللي عندنا اياه بالجامعة، ممكن يعيش حياة طويلة بنوعية جيدة، بس المهم يكون واعي على المرض ومتأمن له العلاج. بس عم نحكي 65 حياة طويلة، يعني هالايام ال 65 بعده صغير مع التطور الطبي. كانت بس تعطيك فكرة من 20 سنة هلا مثلا سنة يعني في عيش كانت بالعشرينات نسبة، ما بدنا نحكي اعمار بس اليوم بفضل اشياء بسيطة ووقائية حتى لولا ما في علاج جذري وقريبا ان الله راد بيصير فيه تحسنت نوعية حياة تحسنت، بس في عيش حياة طبيعية مثل اي انسان ثاني اذا تعالج واذا اخذ علاج 100% يعني. وفي عندنا كثير اساتذة جامعات متعلمين جامعات، في عندنا مريض بيشتغل بالتلفزيون مثل حضرتك، في عندنا كثير ناس ما فيك تعرف لانه انا ما عندي مثل حضرتك لا يعني بيشتغل بالتي في يعني مش غلط يعني لا واحد ما بيشتغل في اطباء وفي ناس بعضهم بيعانوا فالمهم جوزيف انه يكون الانسان يعني ليك مثل اللي معه سكري يلي ما بينتبه بيحترق سلافه، ويلي بينتبه وبياخذ الانسولين وبيتوقع وبيعمل فحص عيون بيعيش حياه كثير اطول وافضل. بس جوزيف كمان على صعيد المجتمع الفحوصات قبل الزواج وادراك انه في حدا بالعائله ممكن يكون عنده منجلي، فالاستشاره الوراثيه لحتى نعرف اذا نحن حاملين السمة او لا، ادخال الفحص التشخيص المضبوط قبل الزواج وعند ولاده الطفل، كل هيدي الاشياء بتؤدي انه تخفض نسبه تناقل او توارث المنجلي من ميل وتخفض نسبه الكومبليكيشن او التعقدات الطبيه عند الاطفال اللي بتخلق مع منجلي. اذا ما نحكي امراض ان جنرال كلها اغلبها وراثيه، عندها جانب وراثي؟ هلا اكيد كل شيء كودد او بعرف السؤال كثير شامل يعني كل شيء مكتوب بجيناتنا، كل اعضائنا واكزيستنس تبعنا مكتوب بجيناتنا، فكل شيء اكيد عنده طابع وراثي او طابع جيني بالاحلى، بس مش دائما بيكون وراثي. انا بدي من يعني حضرتك نحضر حلقه أكيد من يعني ليش لا عن كل الامراض اغلب الامراض اللي هي اكثر شيء بنتوارثها وخاصه الموجوده بمناطقنا بالبيت يعني، بس انا بدي اوضح انه طابع جيني مش يعني طابع وراثي، يعني مرات يضرب الجين بدون ما يكون متناقل، يعني هيدا المرض عنده طابع جيني وراثي الاثنين مع بعض. مثل ما هيدي شغله كثير مهمه انه انت دائما تسال اشياء مهمه. السرطان، سرطان الاطفال دائما نسال وبهالايام للاسف من قبل شركات الانشورنس، هل هيدا الشيء جيني؟ في اكيد كل سرطان في تغييرات بالجين، بس اللي في كتير قليل السرطانات عند الأطفال خاصة وعند الكبار يلي عندهم طابع وراثي. عرفت كيف؟ يعني الخلية بتنضرب بيتغير فيها جين بتصير خلية سرطانية. بس الناس يلي عندهم استعدادات وراثية للسرطان الحمد لله كتير قليل، وهودي ناس عندهم بروجرامات خصوصي ومشكلة. بس فقر دم المنجلي والتلاسيميا هودي تغييرات جينية. بس تقلك يلي حامل السمة بينحمى من الملاريا. فلهالسبب كتر هالمرض خاصة بالمناطق الاستوائية، لأنه اللي حامل السماء بينحمى من الملاريا، فهيدي كترت وصار المرض موجود. وهلأ للأسف يبقى محمي من الملاريا يعني حكما يعني بيجي مش انه بيصير معه، بيجي بتركيبته لهالسبب انوجدت هالشغله هاي. انا خلص وقتنا، بس بدي شو الاخطر، التلاسيميا ولا المنجلي؟ اثنيناتهم كل واحد له مشاكله. كل واحد له مشاكله، والحمد لله اليوم بفضل مراكز متخصصه، بتعرف الناس بلبنان بيعرفوا مركز متخصص بالتلاسيميا، نحن عندنا صار بروجرام متخصص بفقر دم المنجلي، كلهم بيقدروا يقدموا حياة أطول وبنوعية أفضل للمرضى. أنا بدي أحيي هون السيدة الهراوي اللي كانت سيدة الأولى اللي قديش اهتمت بالتلاسيميا وقديش عملت حملات وقديش خصصت مبالغ للتوعية على الموضوع. الست منى مش بس خصصت مركز، بنيت مركز على مستوى عالمي ومع الدكتور علي طاهر والفريق عملوا أبحاث على مستوى عالمي كثير. إن شاء الله تكون ضيفتنا يعني السبت الجاي ونحكي أكثر وأكثر، ونحاول نتواصل مع السيدة منى يلي بالفعل بنرفع لها القبعة. أكيد. وتحية للدكتور علي طاهر كمان طبعا. أنا بدي أتشكركم ونحن ناطرين الحلقة نحن وياك اللي عم تحضرين إياها، وكمان دكتور ميغال بنشوفك قريبا إن شاء الله ونحكي أكثر وأكثر عن الأمراض كمان المتنقلة عند الأطفال، لأنه حضرتك رئيس قسم الأطفال بالجامعة الأمريكية. ثانك يو. شكرا حبيبي. نحن وياكم بنكفي برنامجنا، بنروح لبريك
بعد البريك بدنا نرجع مع لازلو جونز ونغني أكتر وأكتر روك ونتعرف عليه، اللي هو اسمه بالحقيقة جيل بيترسون واسمه الفني لازلو جونز. يعني أنا الكليب حضرته كامل، هذا الكليب للازلو جونز طبعا من آخر ألبوم عمله اللي هو مكون من 5 أغاني من إنتاجه الخاص، وكله بيحكي عن الموت وتصالحه مع الموت والمواضيع الواقعية اللي بتدق بالموت. هلا بنعرف أكثر. لازلو أهلا وسهلا فيك. هلو، شو أخبارك؟ كل شيء منيح. تمام، كل شيء منيح. ثانك يو. انا بدي اعرف عنك شوي. لازلو شاب لبناني هولندي قرر يترك بلاد الاغتراب ويرجع للبنان لمحبته للبنان، طبعا بعد جوله كثير كبيره كان حول العالم، بعد ما مرق بعده مراحل فنيه، ومن بعد ما لمع بعالم الكونسلتنج، وقرر يروح لمطرح ما هو بحب، لعالم الفن، ولا اشتغل على طريقته الخاصه بالروك اند رول. يعني جيل بيترسون كمان اسم فني، ليش غيرته؟ ستوري، القصة كومبليكيتد شوي، سوري بدي اعتذر لأنه العربي تبعي منه بيعقد، رح جرب قد ما فيه بس بدك تساعدني. ولا يهمك. جيل بيترسون كان اسم دي جي كتير مشهور. نعم. ولما كان بدي اطلع أول ألبوم تبعي بال 2010 كنت كان عندي مشكلة، يعني كان في زلمة كان اسمه اكزاكتلي مثلي. نعم. وبعد قررت غير اسم. اوكي. سمبلي لأنه إذا بتكتب على جوجل وفي واحد كتير كتير مشهور اسمه جيل بيترسون، أنا ما فيك تلاقيني. اوكي. الحقيقة لأنك أنت اسمك الحقيقي. إيه، أنا اسمي الحقيقي هو اسمه جيل مدري شو، بس دي جي كتير كتير معروف. نعم. بس اخذنا لازلو. ليه؟ لانه لازلو تاني اسم تبع بيي. نعم. وبيي نصه هولندي نصه هنغاريان. نعم. وكنت حب هالاسم كثير. اوكي. ولازلو بيترسون كان كثير هيك باين سلافيك. نعم. بنعملها انترناشونال شوي. انت عشت بلبنان بمرحله حلوه، ولكن كمان مرقت بتجربه الحرب، بس كنت بعيد عن الاجواء، وكانت تربطك ببيك علاقه حلوه بمنطقه الجبل، يعني خلتك هيك تروح بالخيال تتخيل الحرب، بس ما شفتها قدامك. لا، ما شفتها قدامي. نعم. وعم لكي يعني. نعم. عندي حظ انه بعرف انه في كثير عالم شافوها من قريب كثير اكثر مني. بس انا كان يعني مع انه لانه الام اللبنانيه كان يضل لبنان بحياتي. أوكي. لو ما عشت هون لما كنت صغير، وكنا نروح ونجي كثير، ولما يعني قد ما نقدر نجي لهون جينا بالصيفيات وبالهوليديز وهيك، وبحس حالي يعني تو سيرتن بوينت لبناني. نعم. ومشان هيك رجعت هلا من بعد كثير. نعم. سنين. ان ذا مورنينج اللي سمعناها من شوي هي من اخر البوم اللي هو 5 أغاني بيحكي عن الموت. رح نحكي ليش اخترت الموت، بس ما نسمع شيء قبل.
اوكي رايك تسمع يلا اوكي بدنا نعيط لسام سام وهبي جيتاريست سام جيتاريست اهلا سام رح بغني ثاني غنيه نعم رح بغني ثاني غنيه اسمها اوت اوف ماي هيد بركي رح تمرقها كمان يلا خلينا I see something coming over. If I could only make you see that my life is far from over. I can blame no one but me. I was crying, I was thinking. In the morning I'd be better. I was aching, I was shaking to keep the need from taking over. When I'm thinking about tomorrow, all my sorrow makes me see that the past has let its marrow ache and bleed all over me. But inside I've got to hide, got to leave it all behind. I can build myself another life when all I got is lies. And I said, I don't wanna let you get out of my head. Baby, when I try, I know I'm already dead. I don't wanna let you get out of my head. Baby, if you leave me, I won't live another day. لازلو اتصالحت مع الموت قبل كتابة وألحان الأغاني ولا من بعدها؟ قبل بس لألك صراحة هالغنانة أنا بكتب غنانة كتير نعم إذا بدك المايك نعم ولما كنت لما بلش الكورونا قلت عندي وقت بدي أعمل ألبوم نعم جديد ورحت شفت وقت ببريز المانجر تبعيتي نعم وسمعتها كل شيء ما في عندي أغاني وقلت لها ليك بدي حط هيدي وبدي حط هيدي وبدي حط هيدي ومن بعد آخر السهرة هي عم تطلع بالخمس غنانة اللي بدنا نحطهم عم تقول لي ليه كل هالغنانة عم بيحكوا عن الموت قلت لها صحيح عم بيحكوا عن الموت تشاؤم يعني بتشاؤم ولا بمصالحة عم تحكي عنهم تشاؤم يعني تشاؤم يعني شيء مش منيح عم تحكي ولا شيء إنه هيدا حق بمصالحة لأنه الموت لإلي مش الثيم الوحيد يعني اللي بحكي فيه نعم. بس انه بيكون شقفة من حياة كل واحد نعم. وبيكون الشغلة الوحيدة بتكون الشغلة الوحيدة يلي كل العالم بالعالم كله لو كان هندي لو كان امريكاني نعم. لو كان اوكي هلا عم شوف مشاهد من الفيديو من الأغنية اللي غنيتها هلا من شوي ايه مشاهد الفيديو يعني حتى الصور هون في زومبي بال هذا الفيديو بيحكي عن اثنين شخصين قد ما الحب تبعهم قوي نعم بيوعوا من الموت ليحبوا بعض ويرقصوا اوكي هاي الكليب تصور وين؟ بباريس. أول كليب شفناه تصور بلبنان بوقت تصور الكورونا. بلبنان بوقت الكورونا. أوكي. رحنا سكرنا ما كنا عم نقدر نهز كتير بقى فتنا أجرنا أبارتمون وتصوير كله بقلب الأبارتمون. كله بقلب الأبارتمون. أوكي. يعني أنت أخذت بحياتك قرارات صعبة، يعني مش وقرارات حاسمة، يعني زوجتك فرنسوية قررت تنقل حياتك كلها للبنان وقنعت زوجتك إنها تعيش في لبنان مع كل الظروف الصعبة اللي عم يمرق فيها لبنان، بس أنت صحيح. مع بعض المآخذ اللي عندك إياها على طريقة العيش هون بس بتحب تعيش هون اللي هي ليه؟ لكجري أكثر من برا؟ مش قصة لكجري، قصة الحياة هون حلوة. نعم. نحن أنا بتصور إنه اللبنانية ما مش عارفين قدي حلو بلدهم نعم وقدي الحياة حلوة هون نعم وأنا عايش كل حياتي يعني برا وشفت قدي البني آدم بي 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 بأوروبا وبأمريكا حياته كتير صعبة كتير 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 صعبة نعم وهون معك هلأ بالأوقات اللي هلأ جايين in this period نعم هون أكيد في صعوبة في صعوبة كتير 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 نعم بس لما جيت أنا بال 2017 نعم كان العالم كان واو نعم. كان واو compared to العالم كله كان واو وهالبلد
أنا فكري إنه هالبلد في يصير أحلى بلد بالعالم. نعم. هو أحلى بلد بالعالم ولازم نحن لبنانية نعمله أحلى بلد بالعالم. شو نقصه؟ حب الانتماء، حب اللبناني لبلده. إيه يعني أنا اليوم قلت بمقدمتي شيء إنه لازم نحب شوارعنا قبل بيوتنا، هي سمعتها منك وقلتها اليوم بالمقدمة لأنه أثرت فيي. إيه لأنه هون كل واحد بيحب أول شيء بيحب حاله وعائلته، بعدين بيحب الكوميونتي تبعيته. نعم. وما في ما بيحبوا البلد. نعم. والبلد إذا بده if it has to exist. نعم. بده كل لبناني يحبه ويشتغله، وإذا كل لبناني عطى نهار من كل سنة لبلده. طب أنا بدي قاصصك هلا، بتعرف شو قاصصك؟ بانشمنت. قاصصني. بانشمنت. بتغني بالعربي. ليك رح تساعدني شوي. ايه؟ رح تساعدني شوي. رح ساعدك بس رح أنت اشتغلت مع يوري. لا أنا أول قصص موسيقية عملتهم بس رح كنت عايش هون. نعم. كان عندي باند هارد روك. نعم. أوقات كان في كان ممنوع الهارد روك هون. أوكي. تذكر هالبيريود يعني بالتسعينات. نعم. وأول ديمو عملتها مع يوري مرقدة قبل أوكي. ما يكون هو مشهور. أوكي. وفولا يعني كانت هيدا أول ميوزك إكسبرينس تبعيته. بس هلا إيه بغني لك، بس بدك تغني معي. تعال قوم غني معك. لا تعال تعال تعال. لا حرام المشاهدين. بس بلا جيتار. لا بلا جيتار. بلا جيتار. نعملها أكابيلا. يلا روح. 1 2 3. عربي انا اخشيني ولا انسيني ولا تشيني اخشيني اخشيني. لا 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 قلنا يا شوي بلا حلوه حلوه بس ما بتعرف بعد. لا لا ما بتشيني بس هون. ايه بس هول. لا من بعرف غنيت لي اكثر على الوسط. ايه بس نسيتهم من امبارح. عربي انا اخشيني ويل اذا احببتي قلبي قفص زهري. طيب خلينا نغني شيء لكن شيء اولديز. في شيء عملنا كثير اولدي. نعم. اللي هو مودرني. لا يار. مش مودرني اتس اولدي. نعم. عندي غنية لراديو هيد. يلا راديو هيد كريب صوي راح يدق. يلا run.
بعرفها. لازلو يس. انت حدا ما عندك ليميتس يعني ما عندك تابو ما عندك الحياه لا. بس اهلك كان عندهم تابو بالنسبه للفن لانك انت تركت عالم يعني عملت منه ثروه اذا فينا نسميها بتوين براكتس صغيره لتروح للفن. الفن في مصاري؟ ما في مصاري. لا هي لا لك صراحه في مصاري ما في مصاري قد البزنس. نعم. بس الحياه ما فيها تكون كلها على المصاري. نعم. لازم الواحد انه اذا انا قبلين بعرف انه بقصص بزنس فيني اعمل مصاري كثير بس المصاري أكثر. هي تقريبا بتامن اللي بتامن الحاجات الاساسيه يعني لازم الانسان يروح لل لازم حدا يعرف شو بده يعمل بحياته. هذا الحقيقيه شو بحب أصدق. شو بحب اذا بدك تشتغل وتشتغل وتشتغل لتشتري تو كونسوم ليكون عندك. انا مثلا يعني ما عندي سيارات ما عندي في كثير قصص they don't have any importance for me. No. لألي هلا اشتغلت كمان لانه كان عندي عائله ولأمن. No. بس انا الكيس تبعيتي فيني اشتغل بعد كثير واعمل مصاري كثير اكثر بس I chose not to. يعني ما بترجع على الكونسلتنج؟ لك اذا كرست معي برجع على الكونسلتنج. نعم. No. بس اذا فيني لا اذا فيني وبفضل اكون افقر. نعم. فقير اكثر. افقر. نعم. افقر بكثير من واعمل بحياتي قصص بتحبها قصص بحبها مع عالم. نعم. بحبها. بختام حديثنا وين الكونسرتس يلي حبيتهم وعملتهم حول العالم وعندك شيء قريب؟ هلا قريب عندي هلا كونسرتس عملتهم انا اول البوم تبعي طلع من وقت اوريدي يعني. نعم. شي 10 سنين طلع مع يونيفرسال. مع يونيفرسال. نعم. وقت عملت كونسرات يعني نورمال ثينج الواحد بيعمل. نعم. بس يطلع البوم عملت عده كونسرات بفرنسا وهلا اليوم رح يبلشوا هلا عم بعمل هون سمول كونسرتس بس ما عم بقول لحدا هيك. نعم. عم بعمل سمول بارز هيك جابله. اوكي جريت. من وقت لوقت عند اصحابي. اوكي. اكوستيك. اوكي. وبفرنسا وبالمانيا هلا بنوفمبر لما. نعم. رح يطلع الالبوم رح بعمل عده كونسرات. نعم. And then the festivals during the year and during until next summer. انا بدي اتمنى لك كل التوفيق وناطر تقول لي على شي كونسرت من هول الحلوين عم تعملهم بلبنان. اوكي. هيدا اوكي خلص. اوكي. وانا بتمنى لك كل التوفيق وثانك يو لانك جيت معنا اليوم. ثانك يو سو ماتش كثير انبسطت. يو ار فيري نايس بيبل اتس جريت. ثانك يو. لازلو جونز فاز كان ضيفي اليوم وطبعا مثل ما قلت اختار ينقي خليك قاعد معنا اختار ينقي لبنان ويعيش فيه مع زوجته الفرنسوية من أي بلد تاني لأنه بيعتبر أنه لبنان أجمل بلد بالعالم. يا ريت توصل هالكلمة لكل حدا لازم يسمعها بهالبلد لتصير بالفعل أجمل بلد بالعالم لأنه هيك هو كل الوقت. نحن وياكم رح نروح لسوق العمل. أي فرصة عمل بحاجة لها فيكم تتابعوا هلأ مع مروة خلف. من سوق العمل لليوم صباح الخير. هيدي الفقرة موجهة لكل شخص عم يدور على شغل. الفرصة الأولى لصبية للعمل كريسبشنست لمركز بمنطقة الحازمية. 5 أيام بالأسبوع والأفضلية لسكان الحازمية أو المناطق القريبة. للتواصل 70-383-003. منروح لفرصة جديدة لسيرتيفايد بيرسونال ترينر للعمل بالجيم. لأرسال السي في الإيميل info@startlivingright.net. أما بدبي مطلوب موظفين لبنانية للعمل بمطعم بقسم تحضير طعام من دون حاجة لخبرة سابقة. للاتصال قبل الساعة 3 بعد الظهر على 70-933-180. فرصة جديدة بالسعودية لمصففة شعر نسائية مع خبرة 6 سنين بهذا المجال. لكل المهتمات اتصلوا على 03-561-4441. وبسن الفيل مطلوب كول سنتر ايجنت للعمل بشركة اتصالات بدوام ليلي. لإرسال السي في الإيميل hfk@mobi.net.lb. ننتقل لفرصة عمل جديدة لموظف تقني لصيانة مكانات بسن الفيل مع خبرة بين 2 و3 سنين وشهادة بيتي. لإرسال السي في الإيميل jba@dm.net.lb.
أما بطرابلس مطلوب عامل تشغيل آلات صناعية مع خبرة بهذا المجال. لأرسال السي في الإيميل hoda@smartswitchservices.com. الفرصة الأخيرة لليوم بدبي والأشرفية لصبير العمل كبروموتر، 3 ساعات باليوم مع راتب جيد، على أنه تكون قريب من الأطفال والعمر فوق 20 سنة. للاتصال 8100-6608. بالأخير بدي أذكركم بالإيميل الخاص ببرنامجنا يلي هو sabahalyoum@aljadeed.tv، بتقدروا ترسلونا إذا عندكم فرصة عمل حابين أذكرها. هيدا كان كل شيء من سوق العمل لليوم، وعودة إلكن. عودي معكم لمتابعة صباح اليوم لليوم السبت 2 تشرين الأول 2021. سبق وحكينا عن لبنان ماركت، ولكن دايما في شيء جديد. طبعا لبنان ماركت بهدف نساعد، وبهدف نفس الوقت أنه نخلي في تواصل بين العالم الخارجي ولبنان، وأيضا هلأ صار في عنا شيء جديد أنه نتواصل بلبنان بين بعض بطريقة جديدة. أنا اسمحوا لي حي ضيفتي ندى ونجوى. يعني خلينا نذكر أنه ندى حضرتك رئيس مجلس إدارة، أنا جنرال مانجر لبنان ماركت، وطبعا البريزيدنت نجوى. أهلا وسهلا فيكم. لنعرف أكثر إذن مع لبنان ماركت. يعني الهدف كمان تشجيع الصناعة اللبنانية، الهدف أكثر كمان المساعدات، والهدف كمان أنه ندخل عملات أجنبية على الوضع السيء اللي احنا عايشين فيه في لبنان مع غلاء المعيشة. فكرة لا بأس فيها، يمكن ما كتير يتأثروا فيها اللي عايشين برا، ولكن اللي هون يتأثروا إيجابا باللي عم بصير مع لبنان ماركت. ندى خلينا نذكر بشكل سريع عن الايتيمز وعن الطريقه اللي بتصير للبنان ماركت قبل ما نحكي مع نجوى تخبرنا عن الابلكيشن. لبنان ماركت اول شيء انت مثل ما قلت هو بلاتفورم وويب سايت بيقدروا بيستهدف فئتين من الناس يلي عايشين برا، الاكسباتس، ليقدروا يشتروا شو ما بدهم من لبنان، من تجار ومن صناعيين لبنانيين، ويبعثوا لاهلهم بلبنان. وفئة تانية بتستهدف الناس يلي عايشين باللبنان وعندها حساب هلأ بتفسر عنه نجوى، ويقدروا يشتروا من عنا عن الويب سايت بطريقة كمان بالفريش دولارز يلي عندهم. هل الايتمز هي بتروح للصناعة اللبنانية أغلبها مثل ما شفنا شوي بالصور؟ يعني نحن عنا على الايتمز عنا كذا كاتيجوريز هلأ رح أحكي عنهم بعد شوي، من أكل وشرب وفريش فود وصناعة لبنانية وحرفية وبيستري وورد وشوكولا وكل شيء قد ما فينا حفظنا على اللبناني. بس اكيد في براندز بنجيبها من برا نحن كمان لانه مطلوبه بتكون، بس هي بنجيبها لعند سبلايرز لبنانيه وهن عم يرجعوا يوزعوا لنا اياها. يعني عنا من الاثنين على السريع. الاسعار هل تختلف بالدولارز على البارالل ريت؟ يعني سعر اللي بتشوفه انت بلبنان محول على الديلي ريت تبعنا بلبنان على الدولار، وبحيلا بلد هو زيت السعر في يندفع لبناني ولا كله بيندفع دولار؟ لا كله بالدولار، او بحيلا عمله هن بالبلد بس البنك هن بحول لهم برا حسب الريت الرسمي. يعني حسب الريت الرسمي، الريت الرسمي هون ياخذين الريت الرسمي شو وضعه اذا بلبنان؟ كل يوم شيء، كل يوم ساعتين من غيره. نعم. نجوى الجديد تكون هي الاب صارت موجوده هلا، اذا بتخبرينا عنها شوي. الاب حبينا نزيده لانه اتس اسينشال، يعني صار الاب فيك تاخذ لبنان ماركت محل ما رايح، بتنزله على الفون تبعك. على حيلا اوبريتنج سيستم اندرويد او ابل، ايفون،
بهذا الاب بيكون عندك البروفايل تبعيتك فيها كذا شغلة انت بتحفظ عليها بالاب، ومحل ما انت عندك اكسس على 200 اكثر من 200 براند، اكثر من 3000 برودكت اللي عندنا اياهم نحن. نعم. كلهم مثل ما قالت ندى من صناعه لبنانيه معظمهم يعني. اوكي. شغله مهمه بالاب صار عندنا شغله كمان اسمها اي والت، اللي هي مثل ما ندى بتحب تسميها اجي. أوكي. مثل اجي. هيدي الاي والت عملناها خصوصا للشخص اللبناني اللي ساكن بلبنان. نعم. عنده اكونت بالدولارز وفي يعني يستعمل الكارت تبعه لولار ودولار، الاكونت بالدولار دولار بس اللي بنسميه لولار انتم يعني. بتسموه لولار مزبوط. لأن نحن بنسميه لازم لولار يعني قصدي مش فريش من المصاري الموجودين قبل 2019 هذا. نعم صح. نعم. So إذا عندك أكاونت بالدولارز وعندك كارت فيك تستعمله بلبنان ماركت. هلا شو كيف بتساعدك الإي والت؟ في ناس أشخاص عندهم مثلا عدة بنوك أكاونت بعدة بنوك وكل واحد عنده ماكسيمم ليميت، في يسحب الماكسيمم ليميت حطه بالإي والت بالإجي. نعم. وبتجمع هالإجي المصاري كل 50 من هون 20 من هون 20 من هون بصير عندك 90 دولار. نعم. ساعتها فيك تستعمل من الوالت لتشتري اغراض على لبنان ماركت. ايه بس سوري اذا بدي احكي عن اسعار اللولار يعني اللي عم تقولي عنهم، هل السعر هو زيته يعني هو زيت دولار وزيته. دولار الدولار دولار, دولار صح، بس بدل ما تسحبه انت هلا على اللبناني على 3009 نحن بالعكس دولارك بكون حقه اليوم 17000 مثلا. اذا غرض هيدي الشغله كثير هي الشغله كثير مهمه. يعني هيدي بتصير ارخص من السوبر ماركت ساعتها يعني بتكون زيت سعر السوبر ماركت اذا بدك لانه اذا ال 15000 لتسي علبه اللبنه يعني حقها دولار على الويب سايت تبعنا. اذا الدولار اليوم 15000 لبناني بلبنان بيدفع دولار بيدفع لولار هلا لولار بيدفع لولار. أوكي. يعني من الاكونت تبعه هلا بدك تسميها حضرتك لولار لانه عم بيسحبها على 3009 بس هي قيمتها بتكون 15000 اذا اليوم الدولار حقه 15 يعني الدولار اللولار قيمته. نعم. عندكم 15000 يعني قيمته قد قيمه النهار على القد مش 15 فيك يعني قد قيمه السوق السوداء يعني كانكم عم بتصرفوا اللولار على على قيمه السوق السوداء. وكيف في الواحد باي طريقه يحط بالاجي يعني انا ما فهمت هيدي بيخلق اكونت بفوت شيء اسمه اي والت عنا. نعم. بيخلق اكونت بحط ندى دوت خوري يعني بيسالوا السيستم كيف بيحول يعني من حسابه هذا المقصد يعني في شيء عندنا قديش بدك اماونت. نعم. بتحط بدك تحط 45 بدك الكارت. تحط 100 بتحط كارت بتدفعه فيك دغري تدفعه وتشتري بس. نعم. اذا بدك تشتري اكثر مثلا اعتبر في شيء بنك بتجبرك بس لل 50 دولار اذا. نعم. انت بدك تشتري ب 70 دولار عندك غير حساب بغير بنك بتحط. نعم. 50 دولار من هالبنك بتحط 20 دولار من هالبنك بصير عندك 70 عنا على الويب سايت بتستعمل انت 70 بس ما عندي فكره اللولار في لهم كروتي بيقدروا لا لانه هي كارت دولار عادي. جوني انت جوزيف اكسكيوز مي. نعم. هي كارتك الدولار القديمه اللي هي ذاتها اللي بتستعملها هي زيتها بس قيمتها يعني انت بسموها البنوك هلا قيمتها لولار بس نحن. نعم. عم نحكي دولار. طيب انا ليش بدي اختار يعني الماركت عندكم. نعم. وليه ما بدي روح اشتري من السوبر ماركت لبنان ماركت لانه لك. كذا شغله عندك. ايه. اول شيء ما ضروري تقعد بالسياره وتروح تسوق من محل لمحل تفتش. نعم. على هذا البرودكت مع غلى البنزين هلا ايه مع غلى البنزين وكهرباء وبدك تطلع بعدين اسانسير ومدري شو هذا فهيدي اول شغله. ثاني شغله بتفوت على السايت بدك تجيب لنقول كزبره. نعم. فوت على السايت في كزبره اوكي حطيناها بالباسكت وصلت لعندي على البيت وصلت يعني لعندي على البيت بس بالكواليتي اللي انا بدي اياها بالتوب كواليتي كمان اكشلي هيدي الشغله المهمه اللي كثير منيحه صايره عندنا هلا انه الكاستمر سيرفيس تبعنا والبرودكتس الكواليتي اوف ذا برودكتس ار ذا توب ان ذا ماركت. الفواكه بتوصل معقمه على البيت كمان مش بس انه بتوصل بتوصل بسيارات مبرده يعني. نعم. المشوار اذا عم نوصل على جنوب لبنان على شمال لبنان عم تروح كلها بسيارات مبرده بتوصل كانها هلا مشتيها من السوق وكواليتي احسن كمان. نعم. ندى في شيء كنت عم امبارح عم تحكي بدي اقول شغله عن البوكسز اللي ما بحاجه لبراد فيني اقول قبل البوكسز. نعم. بعد عم تسال ليش لبنان ماركت. نعم. بدنا نشتري بالدولار لانه اذا انت عم تسحب 50 دولار اليوم من البنك. نعم. حتسحبهم 390000. نعم. بينما اذا عم تشتري على لبنان ماركت ب 50 دولار يعني كانك عم تشتري بمليون تقريبا مليون تقريبا يعني هيدي اكيد انت هيدي اكيد بالمية مية صار عندنا كل شيء في كلاينتس بلبنان بيشتغلوا فيه يعني ارخص من السوبر ماركت لانه ماركت عم بيتسعروا على سعر السوق السوداء يعني أكيد. يعني تقريبا النص ونص اكيد يعني ذس از هيك عم نشتغل بس هون كيف بتوفي انا هذا ليش مش انه في واحد يروح يشتري ب 1000 دولار مثلا غراض
إذا عنده كاش يعني يسحبون، ما في يسحب كاش ألف مش دولار. مش كاش عم بحكي أنا دولار. أكيد فيهم كلهم يروحوا، بس في منهم محجوزين مصرياتهم ما فيهم يسحبون هلأ من البنك ويروحوا يدفع. عندهم ليمت معين. عندهم ليمت معين. طيب البوكس المبرد اللي مش بحاجة لبراد بيوصل وينحط بالبيت. هيدا خلقنا جديد نحن لأنه لقينا أنه ما بقى في كهرباء، ما بقى في مزبوط بتعرف علينا كلنا. سو خلقنا بندلز ما بدهم كهرب، ومن أجبان يعني؟ أجبان بروسيست بسكوي حلاوة طحينة مثلا بطاطا تشيبس أكيد مش شوكولات وهيك، عملنا أكل باستا في كتير أشياء منشوفهم بندلز اسمهم أسورتمنتس خلقناهم خصوصي لقطعات الكهرباء لأنه كان في البرغل وكل هاي القصص النواشف خلقناهم وعملنا ديسكاونت مثل عليهم بوكس يعني مثل باسك سيلكشن هي أسورتمنت وعملنا عليها ديسكاونت أنه الناس اللي ما بقى عم فيهم يشتروا عنا دجاج ولحمة وخضرة وبيض وأجبان أوكي. حسينا بهالصعوبة خلقنا هاي البوكس. لنرجع نذكر العالم يلي نسجوا يمكن فكرة لبنان ماركت انه فيكم من برا تفوتوا على هالابلكيشن اللي صارت موجوده هلا لبنان ماركت ويب سايت وصارت اب صارت اب كمان كنت تفوتوا وتشجعوا لبنان وتهدوا قرايبكم واصحابكم واحبابكم بلبنان اي شيء يستفيدوا منه، مش ضروري الواحد يهدي بس بوكي ورد في هالايام صار يهدي الحليب والزيت لانه صاروا هالقد صعب الواحد يحصل عليهم او اي شيء من مكونات الحياه اليوميه اللي بيستفيد منها بمطبخه. ست نجوى شو الأفرز يلي معموله حاليا؟ في عنا شغله جديده هلا سبين ذا ويل، فيك تفوت على السايت تبعنا هيدي اكشلي هلا رح حب شجع كل المشاهدين اليوم لحتى يفوتوا يعملوها. نعم سبين ذا ويل بيطلع لك ديسكاونت 10% 5% حسب انت وحظك، بس السبين على طول ربحان. السبين على طول ربحان، على طول ربحان مع المعلومين، على طول في شيء، على طول في شيء. نعم وبعدين عنا دائما شو اسمه ديسكاونت من سبلايرز بيعطيونا اياها نحن بنوصل لك كمان بتحطوها على البيج يعني بتكون واضحه قدام الناس اكيد بيكون السعر ومشخوط وشو السعر الجديد محطوط عليها يعني بس نحكي عن خصومات بس نحكي عن اوفرز عاملينها بس نحكي عن عم يندفع باللولار اللي عنده كارت باللولار يعني ما بتشوف هل ايجابيه لبنان يعني. لا لبنان ماركت يعني ارخص من السوبر ماركت لبنان ماركت زيت سعر السوبر ماركت الا اذا اشتريت باندلز واسورتمنتس يعني مجموعه اغراض نحن عاملينهم اوريدي وعم نقدمهم للمشتري للمستهلك ساعتها بنكون ارخص من السوبر عم بيكون في مساعدات لبعض الان جي اوز من خلالكم مثل شو مع مين عم تتعاملوا عم نتعامل هلا مع اربع ان جي اوز اوكسيليا ليف تو شير لبنيز فود بانك واشرفيه 2020 تقريبا اخذين كل المناطق خلقن لهم سبيشال بوكس اسمها ذا اسينشال فود بوكس مين ما كان كمان بفوت على الويب سايت بيشتريها حقها كتير كتير بتروح لعائلة محتاجة يعني بتروح لهال ان جي او يلي هن بيرجعوا بيتصرفوا فيها كعائلة بس انت بتفوت على الويب سايت وما بتدفع ديليفري بتنقي الان جي او اللي بدك اياها ونحن فري اوف تشارج ولا مندفع الزبون ولا مندفع ولا مناخد كوميشنز ولا ربح عليها بنعطيها دغري ديليفري فري ديليفري ولا بس بحال الان جي اوز لا للدليفري العادي ناخذ حسب المنطقه يعني هلا يعني بنبلش من $3 ل 10 12 دولار اذا بتبنين او اذا بكفر ليدوس بصغرتها عم بيكون اكيد الريت اكثر بس اذا ضمن بيروت بين 2 3 و 4 دولار اوكي نجوى شو يعني كيف الابلكيشن وكيف لبنان ماركت من اول مره طلعتوا معنا لليوم كيف تطورت الشغل بس خبرينا شو صار معكم الشغل اكيد عم بيتطور شهر عن شهر ناس كثير عم اللي عم بيجي لعنا اول مره عم بيرجع ثاني وثالث ورابع مره عم بيجي كمان عنا نيو كاستمرز سو هيدي شغله كثير منيحه بعدين انت بتفوت على السايت بيعجبك البرودكت ولا صاحبك بيرجع بفوت على السايت سو كمان عم بصير وورد اوف ماوث يعني في صار عندكم داتا كبيره كبير اكبر مما بلشنا ما فينا نقول انه بالالوفات بس انه كثير صار في تجارب معنا وكثير تجارب ايجابيه واللي بلش معكم بعده معكم واللي بلش معنا بعده معنا ولحد هلا الكاستمر سيرفيس تبعيتنا كل الكومنتس اللي بيجونا كلهم اكسلنت كومنتس انا بدي اتمنى لكم التوفيق ثانك يو ندى ثانك يو نجوى جود لك للبنان ماركت وطبعا ندعي نحن كل
أخواننا ببلاد الاغتراب فيهم يتواصلوا مع أهلهم هون، لأنه كل شيء بيوصل فريش مثل ما بدكم بجود كواليتي لبيوت اللي بتحبون بنفس أسعار السوبر ماركت وحتى أقل ببعض الأحيان. نحن وياكم نروح لبريك، بعد بريك بكفي معكم بقية ضيوفنا، وما تنسوا معنا الفنانة أميمة الخليل بنهاية حلقتنا. يعني من عمر 12 سنة والغنية والصوت الحلو والموسيقى من عائلة فنية دايما جاهزة وحاضرة ما بتقطم أبدا، ما بتوقف، النشاط الدائم موجود حتى بالحجر ما حدا واقف بوجهها. كمان طلعت أونلاين بكونسرتس وبأعداد كانت صغيرة لقدرت تضل تتواصل مع يلي بيحبوا اللي هن كتار. طبعا أميمة الخليل صباح الخير. صباح الخير، ان شاء الله خير. اشتقنا لك، انا اشتقت لك كثير، يعني لي زمان ما لمحتك وما شفتك شخصيا. ميرسي. رزق الله على ايام زمان، يعني دائما بقول الواحد اليوم اللي بيروح ما بيرجع، ما بيجي مثله. مزبوط، يعني عطول الحياه ماشيه بكل الاحوال، بدنا نشوف كيف نلاقي التوازن، بدنا نشوف كيف نلاقي نتاقلم. مش هين، يعني ما بعرف، نحن وشباب منفكر انه يعني بتنتهي الحياة عنا لحتى نكتشف انه يا عمي هالدنيا ماشية ما بتنطر حدا. الزمن شغلة يعني مؤذية كتير وهيك بتحزن كتير اذا الواحد بيفكر، بس طالما انه صحتنا منيحة ما عنا مشاكل الحمد لله، فينا نلاقي شيء يخلينا موجودين. بعده لبنان أحلى بلد بالعالم؟ في كتير عالم عم تترك بلادها مثل ضيفي اللي كان قبل شوي وتجي تعيش بلبنان. ما في شيء، ما في شيء اسمه أحلى بلد بالعالم بشكل عام. في يعني مقومات وفي أسباب تخليك إنه تكون يعني عايش بكرامة. وحاليا ما يعني هذه المقوله ما بتنطبق علينا، لا مش عايشين بكرامه. لا مزبوط، مع بعض التحفظات طبعا. يعني انا بس بدي اقول لك شغله، انا بضلني اشوف لبنان احلى بلد بالعالم. ايه؟ مع كل المشاكل اللي عم نقول فيها. قلتي لي من شوي انه لازم الواحد يكون معه مصاري. مزبوط، لا يعيش. لبنان بده يعني من الاساس لبنان. ايه؟ بدك مصاري، بس اللي معه مصاري راحوا بالبنك. بس ايه فكيف حاجزينهم؟ ما راحوا، ما ما ما, ما تشرعوا على نفسكم يعني. يا الله، عن شو بدنا نحكي ولا عن شو؟ يعني ما ملاقينا من محل، في حصار مطبق علينا، محاصرين محاصرين بكل تفصيل بحياتنا، بس موجودين، راح نضل موجودين، راح نضل عم نشتغل، راح نضل رايحين ماشيين، عنا طريق، عنا شيء نقوله، عنا كتير اشياء ممكن هيك بسيطة بس بتخلق لنا جمال او بتخلق لنا. عم تقولي ميشيل مش معك الضيف تحكي اقتصاد، بس انا بدي اقول لك يا ميشيل انه أميمة هي اختارت من الاول، قبل حكيتني انه بدها تفوت بموضوع وضع البلد، بس بدي اوصل لك أميمة ما هديتي وقت الكورونا، حتى بالحجر الصحي ضليتي بتواصل اونلاين مع الناس بكونسرتس عملتيهم من بيتك مثل شفناه بالاول. مزبوط، لا بل نشطت، يعني كنت نشيطه اكثر. كان في مجال، يعني اول اسبوع قلت مش معقول كيف هيك، يعني بدنا نعيش. طلعت صرت فتش على الانترنت ابلكيشن اقدر اعمل صوره. نعم. امتى لقيت شيء اسمه باور دايركتور وما عندي الكارت لحتى ادفع اشتري لحتى يروح الاسم من تحت. اشتغلت عليه هيدا الابلكيشن، اغاني مش مصوره لإلي وكتار. نعم. في كتير اغاني، منها جديد ومنها قديم. قديت وصل معك ناس؟ كتير كتير،
والأكثر تواصلوا مع اللايف اللي كنت الكفرز اللي كنت غنيهم بالبيت. هيدي منا كفر، هيدي غنية لألي لألي، كلمات طلال حيدر ولحن مارسيل خليفة، وتسجلت بعمل ضمن ألبوم صوت. طيب كفر يلي بتغني لمين أكثر شيء بتغني كفر؟ مارسيل؟ ما في، لا ما في، ما يعني هي غنية بتلح ببالي. نعم. فبقوم غنيها يعني مؤخرا. طيب شو هلا بلح ببالك وما تقولي لي لا ومش مسامحة؟ هلا ما يعني بدنا ندندن انا وياك، ما فيك بتقولي لي الصباح ما بيفتح الصوت، انا بغني معك كمان بقصص المشاهدين. تفضل أميمة. يعني لك يعني هو عن جد صعب، يعني هو وخصوصا الصبح طقس مختلف، تحضير كليا خالص لموعد. الله يساعدك يا هاني. الله يعينك يا هاني. انه عم نحكي تنقول هيك تعمل السويت، يعني قديش بدك لتقنعها بالفكره، لانه تقول ايه انا عم بقنعها من قبل الهوى، بس ما معقول المشاهدين هلا تبخلي عليهم باي شيء. دندني عصفور طلع من الشباك. في شيء اسمه عصفور طلع من الشباك. بدك حافظه؟ بعرفها كثير بس انه عيب حرام انا. طيب يلا. قلت له انت من وين؟ قال لي من حدود السماء. قلت له جاي من وين؟ قال لي من بيت الجيران. قلت له خايف من مين؟ قال لي من القفص هربان. قلت له ريشاتك وين؟ قال لي فرفطها الزمان. عصفور طل من الشباك وقال لي يا نونو خبيني عندك، خبيني دخلك يا نونو، خبيني عندك، خبيني دخلك يا نونو. ما بقى بدي أحكي. أميمة بدنا نغني. كتير صعب والله، كتير صعب يا جوزيف. نعمل حفلة يا أخي، نعمل حفلة بيجو ناس بيحضروا. هلأ خلينا نحكي. بتخافي تكبري؟ لا ما بخاف، بخاف من المرض. بدي أكبر، أنت كمان بدك تكبر، واللي معي بعرفهم رح يكبروا، كل اللي حوالي رح يكبروا. بخاف من المرض، وبخاف أنه أكون يعني مش منيحة لحتى كبر ابني مثلا أو زبط عائلتي. نعم. هيدا اللي بخاف منه. بس كلنا رح نرجع نحكي عن العائلة والوحدة والخوف وعن هاني شوي كمان. ماشي حالكم؟ كتير. خلينا كتير. نسمع بس دعاني مع الكوريوغراف بيير جعجع كمان. يلا
بيير هو من هو أصم راقص. لكن هالإحساس اللي عنده إياه إحساس رائع وراقي. أنت عم تشتغلي معه شغل كتير حلو هالأيام عادة. شو كيف تعرفت على بيير؟ بدي أقول لك شفت ما أحلى إنه نحط أشياء مثلا عاملين. لا 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 كلهم حلو، هون حلو هونك حلو، ما تبرري ما تبرري فرجيهم للناس. إيه طبعا. بيير فنان الحقيقة، فنان كبير كتير وبيستحق انه نقدره اكثر من هيك بلبنان. طبعا نعم. بلبنان ضايعه الطاسه وما حدا مقدر حدا، يعني كلنا عم نجاهد وهو اكثر بعد لانه قصم، لانه نعم. طيب كيف عم يقدر يعني يحس الناس حواليه اكثر ليقدر يتواصل معك؟ مزبوط. نعم. ما في وحده يتواصل لان ما بيسمع. نعم. بيحس بيسمع شوي مع السماعه لما يحطها والفيبراسيون توصل له من خلال الارض، واذا كانت خشب بيكون احلى، وبتكتب له الكلام. يعني هو بيسمع تقنيا، هو بيسمع نبرة، بيسمع صوت، بس ما بيسمع كلمة. إذا ما مش مكتوبة قدامه الكلمة ما بيعرف شو عم بتقول، أو بده يقرأ شفافك مع التمرين، يعني صار بيقدر يعرف وبدك تحكي على مهلك، أو بدك تكون كاتب له. فهيك عم بشتغل أنا وياه الحقيقة، صرنا عاملين كتير شغل أنا وياه، وبكرة عنا تصوير أنا وياه عمل جديد. نعم. وفي إشياء تصورت قريبا رح نبلش نعرضها للناس. وأنا يعني من الأشخاص اللي عن جد بيحبوا بالفن إنه نتعاون مع بعضنا. نعم. حتى للفن اللي بده يبقى مفروض للناس. فبيير من هودي الأشخاص اللي هيك نضاف وبيض من جوا، اللي بيقدر الواحد يبني معهم شيء يبقى بعدين هيك مادة فنية نشوف حالنا فيها أنه طلعت من صحيح. لبنان وللإنسان يعني بشكل عام. وهو على نفس يعني على نفس الموجي كيف أنا بفكر، أنه ما بدنا نعمل شو مكان لحتى نطلع مصاري. نعم. بدنا نشتغل شغلة عن جد حلوة وعن جد صحيح. مزبوطة ونطلع مصاري منها. أكيد مش أنه بلا مصاري لا. نعم. ف يعني سعيدة كتير وفخورة كتير بشغلي أنا وياه. تحية لبيير وتحية لك أميمة. العائلة أنت بتهمك كتير، عشتي بأجواء فنية وكملتي بأجواء فنية، وما فيك تعيشي غير ببيت فني صح؟ إيه مزبوط. ابنك شو وضعه؟ ابني عايش بألمانيا، راح يعني 18 سنة راح للأسف، نحن مربي ومنغرب. نعم. الاختصاص اللي بده إياه مش موجود ليدرسوا بلبنان. هاي نعم. شغلة مثلا شو هو الاختصاص؟ لأنه لبنان أحلى بلد بالعالم. عم يدرس روك وجاز ميوزك. نعم. فقدم على جامعات برا وانقبل بألمانيا من بعد أوديشن أونلاين وراح خلص هلأ. نعم. وبلش صار لي 3 سنين ما شفته أنا وبيو، بلش يعلم هلأ. كان مفروض يكمل الماستر تبعه. نعم. اختصاص، بس عم يساعدنا شوي، قرر انه يشتغل ليساعدنا لانه وضعنا مش منيح. ف نعم. بعدين لازم يكمل اختصاص اكيد ليساعدكم الوضع المادي اصلا، ليساعدنا ايه نقدر الوضع. يعني نحن نعم. بنبعث له. نعم. بس ما بيكفي. نعم. فبده يشتغل كمان لها يقوم بحاله، يعني مش يساعدنا لنا نحن. اوكي فهمت عليك، يساعدكم بحاله يعني. ايه. اكيد. أميمة بتخافي من الوحده يعني هلا؟ الله يخليكم انت وهاني مع بعض يعني وتضلوا منورين. بتخافي؟ بخاف من الوحده. ايه يعني ما تتخيل قديش كان صعب لما ندي راح، ندي وحيد، وما توقعنا انه راح 18 سنه راح يعني. نعم. وهو حدا بالبيت يعني ما بيشيل قشه يعني كله. نعم. قدامه ومحضر وهيك. ف يعني كانت منيحه له يعني مسؤوليه. ملك ولا شوي، حتى عمل ديبريسيون. نعم. وما عرفنا. اوكي. بس طلع منه قال لي ماما انا عملت ديبريسيون ما بتفهم، بس ما خبرتكم حبيت اطلع منها وحدي وطلعت. اوف. ف يعني ما تتخيل قديش كان صعب لما ندي راح. نعم. يعني بيحكوا عن شيء اسمه وحشه القبر. انا راح بيو معه ما قبلوا. نعم. انه انا كمان روح لانه انا الشرطي، انا البوليس. بخافوا مني. بيو اهون؟ فبيو اهون. نعم. يعني ايه ما بعرف بيتواصل مع بيو احسن، بس هلا عم صار كثير لذيذ وصرنا يعني اقرب اكثر. ف انه يعني انا اللي بشد اكثر، انا دائما في حدا بشد وحدا بيرخي. ايه بده. نعم. يبعد عني. نعم. فراح بيو معه، انا التهيت كل النهار كان عندي شغل مونتاج
ولما رجعت على البيت وهالأوض مطفية وفي بواب مسكرة وفي قعدت هيك صرت أطلع صابتني حالي من الهستيريا بالبكي ما أقدر سيطر على طبعا. على عواطفي يعني كان كتير صعب قلت بفتكر يعني في وحشة بتعرف عن جد قديش هاي الكلمة بشعة معناها بشعة قدي في إمهات وبيات حاليا عم بيعيشوا هالحالة هيدي بلبنان من وراء الوضع يلي نحن عم نمرق فيه للأسف يعني ثلاث ربعنا بفتكر وضع المادة نعم نحن بلد صغير نعم قبل ما يخلص وقتنا ما نمرق الهوى الهوى الأغنية الصغيرة أنا نذكر كمان أنه كان عندك كتير live concerts يعني اللي عملتيهم أونلاين ومش أونلاين كمان كان عندك شيء بمسرح مونو مؤسسة العمل للأمل عملتي كونسير باليو أن دي بي لأطلاق مشروع اللي هو أيامي وحفل بسور مع مؤسسة الجنة هيدا بالإضافة لكتير من الكونسيرتس اللي عملتيهم أونلاين خلال فترة الحجر اسم الله عليك ما وقفتي يعني لهيئتي حالك وهو صحيا الإنسان لجسده لنفسه بالزبط. صحي أنه يكون هالقد ملتهي وهالقد معبى وقته بالضبط خلص وقتنا؟ لا لا بعد في عنا بس ما أنا ما الهواء شو؟ أنا بدي أقول لك شغلة بدي أعجابي بهالصوت الرنان بهذا الصوت الموسيقي الرائع يلي مش ممكن يخليك يعني أنا هلأ بتقصصيني إذا ما بتغني لي شيء لسيدي فيروز لا أولو يا إلهي كله مش معقول شو هالصبحية أنا لحبيبي وحبيبي إلي يا عصفورة بيضة لبات السالي لا يعتب حدا ولا يزعل حدا أنا لا حبيبي وحبيبي لي حبيبي نده لي قال لي الشتي راح رجعت اليمامي زهر التفاح أنا على دربه دربه عالجرح ويا شمس المحبة حكايتنا غزلي أنا لحبيبي وحبيبي إلي يا عصفورة بيضة لبقات السليم لا يعتب حدا ولا يزعل حدا أنا لحبيبي وحبيبي لي الله الله وميمة عن جد يا جوزيف الله حكاية طويلة يعني قصتي كمان قصة طويلة يعني بلشتي بعمر صغير وما وقفتي وكملتي بس صار عندي خبرة بتعرفي يعني الموسيقى اللي بتولد من الألم قديش بتكون موسيقى أحلى ما بعرف يعني أكيد هو المعاناة بتعطيك الدافع أنك تعمل فن
تعمل موسيقى أو تعمل تغني، هي دافع قوي كتير، أكتر شيء يمكن المعاناة هي دافع قوي لحتى الواحد يعمل خطوة إنه ينتج. بس إنجاز هالخطوة ما بده معاناة، إنجاز هالخطوة بده راحة شوي لحتى تقدر تنجزها. يعني الفكرة شيء، الفكرة هي ولدت من معاناة، بس لما تجي تنجز هذه الفكرة ما فيك تعاني أنت وعم تنجزها، بدك تكون مرتاح لتعرف تنجزها مزبوط، تسجلها، توزعها، تعملها لانسمان لحتى تحطها قدام الناس. هيدا كتير بيعذب، بس أكيد الفن هو وليد معاناة. عمين عندك عتب؟ ما عندي عتب مع حدا ولا على الزعمة؟ لا الحياة ما عندك عتب على الزعمة؟ لا مش عتب على الزعمة، زعمة كلمة أكبر منها. زعمة مش قريانتهم خالص يعني. ما بعرف، صار لازم نخترع كلمة تانية، لا زعمة ولا سياسيين، ما حدا بيشتغل سياسي عندنا بلبنان. لا سياسي غير سياسي. مفهوم كليا هي سياسة لمصلحة الشعب مش لمصلحة الزعمة. لا ما بيشتغلوا سياسي، بيشتغلوا تجارة. ما يعني ما عندنا سياسيين، يعني السياسيين يمكن راحوا انلغوا انقتلوا كانوا يشتغلوا سياسة. شو كنا عم نقول قبل؟ أخذتني على غير مطرح. ايه؟ على الألم يعني اللي بيخلق، والمعاناة اللي بتخلق موسيقى حلوة، بتخلق فن حلو. ما في شك، ما في شك إنه المعاناة بتخليك هيك تكون مع حالك أكتر وتطلع شو بدي أقول أنا، شو بدي أقول، ليش هيك، بتاخدك أكتر على هيك أفكار فلسفية إذا بدنا. مين أثر معك، الإعلام ولا أنت أثرتي مع الإعلام؟ لا 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 لا، الإعلام مش مأثر معي أبداً. أنا انتقائية الحقيقة، وكتير انتقائية، لأنه شفت يعني قديش عم تحكيني لحتى غني. بدي مساحة، بدي مساحة بالإعلام لحتى أقول، بطلع بالمحل ما عندي مساحة بطلع. ما عندي مشكل، ما عندي مشكل مع حدا، ما عندي مشكل مع حتى اتسلى. بس بحب اتسلى، يعني بحب شوف البرامج التسلية. بس لما بدي اطلع على التلفزيون ما بحب اطلع ببرامج التسلية. بدي مساحة اكتر لأقول حالي، لأقول افكاري، لأقول شو عاملي شغل. في كتير ريبرتوار كتير 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 غني. أكيد أكيد. فبدنا نحكي عن هذا الموضوع. أكيد. وقت قصير أكيد أكيد بدنا نرجع نشوفك وقت تكوني قادرة بوقفة أطول بعد أكتر. بس أنا مضطر أختم للموجز، بس مش أختم بالحكي، بدي أختم بصوتك. بصوتي بدك تختم؟ يا الله يا الله. يا ذكريات الفل، ما في حدا عمره معه بيضل. يا ذكريات الفل، ما في حدا عمره معه بيضل. ما منلحق نخبر شفينا من الدنيا، ويحول علينا العمر بفل، ومنصير بقيت ذكريات ملوني. بيتقاسموا هالكل، بيتقاسموا هالكل. يعني اللي بدي لك اياه، سلم هالصوت وسلم هالوجود، وان شاء الله دائما بتسلمي لنا بكل اعمالك الجديده. شكرا. وبنسمعك دائما بكل شيء عم تعمليه، ونحن بانتظار هلا اللي عم بتصوري كمان وعم بتسجليه، قريب انه نسمعه ان شاء الله everywhere. ميرسي، ثانك يو لك اميمة الخليل. شكرا. انا بقول لكم مثل يعني ما قلت لكم ومثل ما بقول لكم دائما، فكروا انتم شو بتحبوا، اعملوا اللي انتم بتحبوه، بتوصلوا مطرح ما انتم بدكم. فكروا بلبنان وبانتمائكم الوطني، لانه محبه الشارع خارج بيتكم قبل محبة بيتكم من جوا. هي جملة حبيتها كتير بالفعل، لنحب وطننا ونشتغل لقاله، بس مش لقلنا نحنا، لنقدر نوصل لمطرح نحنا نكون عايشين مرتاحين. رح نروح لعند لارا، طبعا لارا موجز الأخبار والصحف والحدث، وأنا بشوفكم على راد السبت الجاي، وبكرة بتكون معكم زميلي زينة الزغزوخي.